بصك عامل صفين حزبين. احنا جينا النهارده للاتحاديه نقدم مذكره ويكون في وقفه بنقول فيها ان احنا عايزين نتوزع على الصحف القوميه اللي هي مملوكه للشعب المصري. واحنا النهارده بقى اكتر من 4 سنين الناس كلها الصحف واقفه ومفيش مرتبات ولا في تامينات اجتماعيه، واعتصمنا في النقابه واعتصمنا في مجلس الشعب قبل كده، واحنا جينا النهارده عشان نقول احنا عايزين نتساوى زمايلنا اللي توزعوا على الشركه القوميه وتوزعوا على الصحف القوميه. احنا بنبعت رساله بنقول احنا دلوقتي المفروض احنا في عهد جديد، عايز العهد يهتم بالصحفيين ويهتم باسرهم ويهتم بابنائهم. اما غير كده احنا سنظل ندافع عن حقوقنا مهما طال الزمن، وهننتزع حقوقنا ان اجلا او عاجلا، لاننا اصحاب حق واصحاب قضيه عادله. واحنا مهما طال الوقت احنا قدمنا مذكره قبل كده للمهندس ابراهيم محلف، وقدمنا مذكره قبل كده للمستشارين اللي بيدوا المستشارين، لكنهم لم يفعلوا شيء للاسف الشديد. احنا اليوم هنستكمل المسيره، والمره الجايه ان شاء الله باذن الله هنعتصم امام الاسر الاتحاديه حتى ننتزع حقوقنا ان لم يتم حل هذه القضيه. هل تم استقبالكم في الاتحاديه حاليا؟ هو حد للاسف الشديد لم حد يستقبلنا، والامن حاط بينا ولم يفعلوا اي شيء لينا.